دان وفد الشعبة البرلمانية المشاركة في أعمال اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعقد في جمهورية قبرص دان جميع أنواع التدخلات وأشكال الإرهاب التي تتعرض لها مملكة البحرين وجميع الدول الشقيقة والصديقة، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فعالة والعمل صفا واحدا لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء عليه حتى يتحقق الأمن والأمان لشعوب العالم كافة. أكدنا عند مناقشة قرار بشأن سوق الطاقة في آسيا وهذا اليوم اللي حصل ردا على مقترحات إيرانية تقضي بإدراج بنود في مشروع القرار بغية عدم التدخل وفرض عقوبات على إيران عند استخدامها للطاقة النووية، بأن على إيران الكف عن التدخلات في الشؤون الداخلية للدول وتصحيح سياساتها بشأن استخدام الطاقة النووية بحيث تتناغم مع السياسة العالمية التي توجه للاستفادة من الطاقة النظيفة في المجالات السلمية. وأثمرت جهودنا جهود الشعب البرلماني في شطب المقترحات الإيرانية من مشروع القرار، مؤكدين أمام حشد من البرلمانيين الآسيويين بأن الإرهاب يقوض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدين بأن برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية مطالبة بسن وأقرار التشريعات الدائمة لأهداف التنمية المستدامة. والحمد لله اليوم يعني اليوم قدرنا نوقف القرار، وطالبنا يعني جمهورية إيران الإسلامية بالكف عن التدخل في شؤون مملكة البحرين، والمطالبة كانت صريحة وواضحة عن لأن الأزمات والكف عن التمويل، لأن لابد من قطع دابر شافة الإرهاب بتجفيف منابعه والتصدي له، وهذه مسؤولية العالم أجمع.